اليوم الشراف على الانطلاق الرسمي لحملة محصات ودرس. هذه الحملة اللي في الحقيقة تم التحضير لها منذ عشية حملة الحرب في بدر. عرفت هذه السنة إجراءات استثنائية أقرها السيد رئيس الجمهورية من خلال دعم الفلاحين، مزيد من دعم الفلاحين خاصة من خلال المنح المجاني للبذور والأسمدة، إضافة إلى باقي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمرافقة الفلاحين. الحمد لله نتائج هذا المجهود الجبار الذي بذل خلال هذا الموسم الزراعي نشهدها اليوم خلال انطلاق هذا الموسم، حيث سجل ارتفاع في المساحات الوسطية. الفلاحين إن شاء الله كل شيء مبروك وبالتوفيق إن شاء الله، وكل عام كما هذا العام نزيدوا نقدموا خطوة الأمام من أجل ضمان استقلالنا الحيوي والاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي. الجمهورية عطانا توصيات وتعليمات صارمة، نعطيك حتى شحال عطانا لازم نوصلوا، شحال 90 مليون إيه 90 مليون 90 مليون قلت لازم نوصلوا لها باش نقولوا وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي. هذا بالامتيازات اللي قدمتها الدولة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الذي قام بامتيازات مجانية البذور ومجانية الأسمدة التي أتت أكلها بزيادة مساحات كبيرة. فولاية الجلفة من 25 ألف إكتار إلى السنة الماضية إلى هذا العام حوالي 34 ألف إكتار، معناها بتقريبا ما يفوق 7000 إكتار إضافة للمساحات المسقية، بمنتوج يقدر ب 760 ألف قنطار مقارنة بوعي الفلاحين واستمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة الحبوب، ووعيهم في أن هذه الزراعة زراعة جد مهمة بالنسبة للأمن الغذائي وبالنسبة للأمن القومي. انطلاقة الحصاد راكم تشوفوا فيها، هذه الانطلاقة، وحنا دروك رانا ننتجوا خيرات، بس رانا ننتجوا ورانا ندوا الويسي وراها لاباس الحمد لله، راها تمشي الأمور.